جزاكم الله خيرا. رسالة أخرى وصلت من أحد الإخوة يقول: فضيلة الشيخ، عندي أخ لا يصلي ولا يصوم، هل أصله وأتكلم معه رغبة في تحبيبه وهدايته إلى الصلاة والصوم؟ إذا أصر على ترك الصلاة والصوم فليس بمسلم، والواجب هجره ومقاطعته. إذا لم يقبل الهداية ويقبل النصيحة والموعظة، الواجب هجره ومقاطعته. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فأما إذا كان فيه مطمع بأن يهديه الله وأن يرجع إلى الحق، فإنه ينصحه ويكرر عليه النصيحة لعل الله أن يهديه. نعم.